كرة القدم هي حياتي وحلمي من أنا وصغير، وبجيتي على هنغاريا هلا بحاول أحقق هالشيء، وبالمستقبل راح أحققه إن شاء الله. اسمي مدى، عمري 19 سنة، من سوريا، قامشلي. جيت على هنغاريا من سنة ونص وقدمت الجو هون. يعني عم بتعلم اللغة إلى حد ما، شوي صعبة بس يعني شوي شوي. وعم بدرس بالجامعة كمان هلا سنة ثانية مدرسة اقتصاد. لما اجيت على هنغاريا طبعا محل ما كنت قادر اني العب نوادي وهيك، فقررت اني بلش ابحث على نوادي. ثاني نادي تواصلت معه وحكى لي المدرب تعال على التدريب، وبلشت اتدرب معه. بشهر 4 الماضي انصبت، كسرت كتفي وهيك، فما كملت الموسم. وهلا اول موسم كامل عم بلعبه، بلشت عم بلعب مع تحت 19 هلا، وفي يعني بطلع مرات كثير على الفريق الاول وعلى الفريق الرديف تبع النادي. اسم النادي هيدا كوتي، وبلعب بالريجنالز تبع بودابست. تدريباتنا 3 مرات بالاسبوع بس، وهو بيكون تمرين مسائي وبعيد شوي، يعني بتاخذني 40-45 دقيقة لحتى اوصل على النادي، بس بحاول كل يوم الصبح يجي يتدرب هون، بعوض الايام اللي ما بتدرب فيها. بحاول العب تدريبات جسديه مشان اقوي بنيتي. يعني مع الجامعه والتدريبات صعب الواحد يلاقي وقت فراغ، فدائما يعني بحاول اخصص كثير وقت لكره القدم. حتى لو ما عم بتدرب عم بحضر مباريات، بحاول اتعلم فيديوهات، كل هالقصص. المسير الأعلى هلا أعتقد مثل كل واحد عربي محمد صلاح، لأنه طلع من بلادنا يعني، وأرجى إنه ما في شيء مستحيل. حتى لما طلع على أوروبا كان عمره 19 سنة. علاقاتي كثير محدودة، وخاصة مع الوقت اللي وهيك، لأنه أهلي مو هون. أبوي مثلا ساكن بألمانيا، فحتى لو بتدرب هون الصبح لحالي أو لما أتدرب لحالي، حتى بالنادي يعني بشكل عام في حاجز اللغة بيني وبين لعيبة ثانيين. وبس يعني أنا بستمتع بهالشيء، بستمتع بالكرة. يعني هالكرة بحياتي يعني مثل صديقتي.